السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ معكم هذا الفيديو هذا، بغيت غير نشكر بزاف الناس اللي هما كتبوا لي دي ميساج، ونشكرهم على التشجيعات ديالهم والتعليقات الزوينة ديالتهم على قبل الفيديو اللي نزلت السيمانة اللي فاتت. دونك بلا ما نطول عليكم، غادي نديرو تاني فيديو اخر مع بعضيتنا. التكنيك اللي غادي نخدمو هاد الخطرة هادي دائما لا بابي سيرفيت، غادي نخدموها على الزاج. اي هو كاين واحد الاختلاف ما بين الطريقه اللي خدمنا به هذيك السيمانه وما بين اللي غادي نخدمو دابا. دونك دائما غادي نحتاجو طبسيل ديال الزاج، غادي نحتاجو بابي سيرفيت، غادي نحتاجو صباغه بيضاء مات، غادي نحتاجو صباغه ميتاليك، غادي نحتاجو ميديوم كراكلي، وبطبيعة الحال بانسويت. دونك غادي نبداو غير انايا، غادي كيبدا اما ما غاديش نخدم انا بالبابي سيرفيت كامل، غادي ناخذ غير ربع فيه، غير واحد لا بارتي اللي انا بغيت ندير. دونك دائما كنحيدو هاد الاولى والثانيه، نحيدو هادي، غادي ناخذ بانسو شويه ديال الماء، غادي نفزك البانسو بالماء ونجي على حسب الرشمه اللي انا بغيت نديرها. غادي نقطع بصراحه هاد القضيه ديال البانسو تفزكي بالماء كتجي ساهله. شي بها كامل، انا هنا قطعت الزواقه اللي بغيت نخدم بها، بغيت نخدم غير هذا الوسط ديال الطبسيل، يعني ما بغيتش نخدم الطبسيل كامله، بغيت ندير انا غير هاد البليسات. المره الفايته كنا خدمنا بالمود بولج، هي باش كنا خدمناها الى عقلتو، باش كنا لصقنا بابيي سيرفييت هذا. اليوم حنا ما غاديش نخدمو بالمود بولج، غادي نخدمو بالميديوم كراكلي، هو اللي غادي يكون لاكول ديالنا. دونك غادي ناخد بانسو ميديوم، طبيعة الحال بعد ما كنكونو مسحنا الطبسيل ونقيناه مبقاتش فيه الغبرة، مبقاتش فيه. دونك ندير هنايا كاملو ميديوم، تعطي واحد لافي زوين. غادي نمشيه في الجنابات ديال التبصيل كامل، السير داير غادي نمشي بيه هكايا. هنا من بعد غادي نعاود نزيد، غناخد بابيي سيرفييت نمشي بيه، نمشي من الوسط لعلى برا، دايما من الأحسن دايما من الوسط لبرا هكايا، باش كنخرجو كاع هادوك الفقاعات ديال الهواء، وتنتأكدو بأن راه البانسو راه مبقاش عندنا لي بولدوغ من الداخل. دونك فوالا، نمشيو معاه كاع هكايا صاير طاير. هنايا غادي نعاود نزيد شويه ديال الكراكلي لانه مازال خاصني باش نكمل به التبصيل كامل. نمشي بها هكايا، شتو الكراكلي سي ترونسبارون، لكن ملي غادي ينشف غادي يعطي واحد ليفي ديالو، ماشي هو اللي غادي يعطي، ما غاديش يبان لي في ديالو الا ما درنا فوق منه واحد الصباغه واحده اخرى. هو ملي غادي ينشف غادي يبقى تيبان ترونسبارون. دونك التبصيل كامل نمشيو معاه ونتاكدوا
دوب عندنا ما خلينا حتى شي قنيت، ما فيش الكراكلي، نديرو ان كوش اللي تكون شي شويه غليظه. خواتي قبض شويه الوقت باش ينشف هاد لي كراكلي، سكي نورمال باسكو حنا دابا في الحال بارد، يعني لو كان الحال شويه سخون غياخدش الوقت نشوف فيها. ممكن نشوفو بالسشوار الا بغينا، وممكن بحال دابا نخدموه بالليل وفي الصباح نكملوه الا ما كناش مزروبين، ولا نبداوه بالصباح وفي الليل نكملوه، نحطو دو كوتي ونمشيو نخدمو حاجه واحده اخرى هكايا باش كنربحو الوقت. دونك انا غادي نشفو وغادي نرجع معاكم باش نشوفو. وهذا دابا كملت انا التبصيل ديالي كامل، الى لاحظتوا دابا ما غاديش يبان، ولكن من بعد ملي غادي نشف غادي يبان لكم. دونك انا غادي نجبد السشوار باش غادي نشفو، غادي نشفو ونتلاقى بكم. دونك بعد ما نشف لينا التبصيل هو اللي كتشوفوا نشف. الخطوه الثانيه اللي غادي نديرو، غادي ناخذ صباغه ديال الماء امريكان، المهم تكون صباغه ديال الماء، وغادي نديروها من الفوق على التبصيل. في ولا خاصني نزيدو هكا، غادي ناخذوها هكايا نعمرو بانسو مزيان وغادي نجرو. نعمرو مزيان البانسو بالصباغة باش ما نضطروش نديرو دو كوش. إلا لاحظتو لي في ديال الكراكلي راه هو يبدا، نحاول نجرف هاد ليسونس هدا، نجرف هكا. تقدرو تجرو البانسو فهاد ليسونس ولا فهاد ليسونس، ديك الساعة كيجيونا الضربات ديال الكراكلي، كيجي مره كيجيو فيرتيكال مره كيجيو هوريزونتال. نكملو كاع التبصيل كاملو فوالا هكا هكا، كامل تنكملو. كنظن بداو كيبان لكم التشققات في التبصيل، ديجا بدا الكراكلي، مازال غادي نخليهم نيتين شف مزيان وعاد مازال غادي يبانو لينا هذوك التشققات بزاف. نزيدو الصباغه قد ما كينشف هذاك لو ميديوم كراكلي كينشف مزيان، قد ما كيخرجوا لينا هذوك التشققات كيخرجوا مزيانين. هكا شو مع التبصيل كاع هكا صاير ضايق، نكملوه كله نعمرو البانسو مزيان صباغة ونمشيو معاه كاع كاملو هكايا حتى نكملو التبصيل. جينا جينا غادي نزيد شوية الصباغة، دونك كملت التبصيل دونك غادي نوري لكم دابا كيفاش جا. كلو كامل تيتشقق لينا التبصيل، لا لاحظتو حتى شويه فداك
في بابيي سيرفييت غادي يكونوا فيه تشققات، نخليه غير ينشف، مازال خاصو الوقت باش ينشف. دونك انا غادي نحاول نشف هاد الشويه هذا ونعاود نوري لكم المرحله الاخيره اللي غادي نديرو. كراكلي ها هو ديالنا نشف، تشققات كتبان لكم صاير داير على التبصيل. دونك غادي ناخذ دابا صباغه ميتاليك، تختاروا اي لون يعجبكم هنايا، تاخذوا الصفار، تاخذوا لو روز، لو بلو، اللون اللي بغيتو تاخذوه من رشمه هو اللي غادي نديرو في لو فون. دونك انا غادي نختار لو بلو هو اللي غادي ندير، غادي ندير شي بيه كامل في التبصيل. دونك هاد الصباغه ميتاليك نورمالمون نحتاجو ليها دو كوش باش تبان مزيان، لان حنا الغرض عندنا هو هاد الصباغه ميتاليك تبان لينا من تشققات. نوريكم شفتوا الفرق ما بين الجهه اللي هدرنا فيها الصباغه ميتاليك وما بين الجهه اللي مازال حنا ما درناش فيها الصباغه. دونك نكملو التبصيل كاملو، سير داير هكا يجي المنظر ديالهم زوين. بالنسبة لي بانسو إلا كنا خدمنا بصباغة ديال الما، يعني نحاولو نخليو البانسوات اللي كنخدمو بيهم بصباغة ديال الما يبقاو غير صباغة ديال الما، ومنين نخدمو بصباغة لي أباز ميتاليك باردون اباز دو سولفون يبقاو غير الصباغه اللي هي اباز دو سولفون. دونك ما نخلطوش بالبانسو، هذه مره خدمنا بها صباغه ديال الماء ونفس البانسو نخدمو به صباغه ديال الزيت، غادي تعرفوا بان ديك الساعه تخسروا لي بانسو ديالكم. دونك من الاحسن نعزلوا لي بانسو اللي هما اللي كنخدموا بهم صباغه ديال الماء يبقاو الصباغه ديال الماء، الا بغينا نخدموا بهم صباغه ديال الزيت يبقاو الصباغه ديال الزيت. دونك حنا قربنا نكملو التبصيل، نوريكم غير لا بروميير كوش ديال هاد الصباغه ميتاليك في الجد. دونك فكره بسيطه مي في نفس الوقت جميله وسهله، نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي، رجعوا عليا الخبر تقولوا لي، لا تصيفطوا لي التصاور ديال الخدمات اللي غادي تجربوا. فوالا نكمل التفصيل كامل هكايا، ندير واحد شويه هنايا مازال خاصني. دونك نخليو لا بروميير كوش خاصها وقيت باش تنشف باش ما نهزوش معانا الصباغه، لان هادشي تيبغي شويه ديال الوقت وتيبغي الخطر، ما نزربوش في الخدمه، نخليو حتى ينشف ما بين كوش وكوش عاده نديرو. دونك هذا هو التبصيل ديالنا ديال اليوم. دونك اليوم خدمنا بالكراكلي، خدمنا بصباغه ميتاليك، خدمنا بصباغه امريكانا بيضه صباغه ديال الماء، والبانسويات. دونك هادي هي لا تكنيك ديال اليوم. دونك انا غنوريكم واحد ديجا هو يا مصوب وناشف، هاهويا هنا خدمنا بين اوتر كولور. دونك شفتو كي تيجي هذاك لو كراكلي كيجي زوين هكا في الجنبات ديال التبصيل، ولا لاحظتو حتى البابيي سيرفييت حتى هو كيولي كراكلي من الداخل ديالو. دونك هذه الفكره ديال اليوم، وهذا هو التبصيل اللي خدمنا دابا مع بعضياتنا. كنتمنى هذه الفكره تعجبكم وخليكم على خير،
حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.